الانسولين، احنا النهارده هنتكلم على حقن الانسولين اللي احنا بناخدها كبديل للانسولين الطبيعي. احنا عرفنا طبعا في الحلقات السابقه ان في نوعين من السكر، النوع الاولاني اللي هو تايب 1 او الانسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، او مريض السكر المعتمد بشكل اساسي على الانسولين من مصدر خارجي او اكسوجينوس عشان يعوض النقص الكبير جدا في الانسولين الطبيعي اللي بيفرز داخل الجسم. المهم نعرف بعض الحاجات عن الانسولين واحنا بناخده. مهم اعرف اشهر نوع من انواع الانسولين اللي موجود ولمعظم الناس في مصر بياخدوه، اللي هو الانسولين ميكستارد او الانسولينا جبت، اللي هو الانسولين المخلوط. بيبقى عبارة عن نوعين من الانسولين جوه العبوة. النوع الاولاني هو الريجولار انسولين او الانسولين المائي، اللي هو بيبقى الامتصاص بتاعه سريع جدا، بيبدأ المفعول بتاعه من خلال نص ساعة لساعة ويستمر من 4 لـ 6 ساعات. النوع الثاني من الانسولين الموجود في العبوة هو الايزوفان انسولين، او النسبة الكبيرة اللي هي بتبقى الرقم الكبير زي 70 او 85. ده بيبقى عبارة عن انسولين بيبدأ المفعول بتاعه من 2 لـ 4 ساعات وبيمتد المفعول بتاعه من 10 لـ 16 ساعة. طيب مهم اعرف ايه وانا باخد الانسولين؟ جرعة الانسولين اللي هو الميكستارد او الانسومان كومب بتتحدد على اساس ان هو بيتاخد نص يونت من الانسولين لكل كيلو جرام من وزن الجسم في اليوم. يعني انا لو وزني 60 كيلو جرام المفروض اخد 30 وحدة انسولين اللي هو الميكستارد او الانسومان كومب. انا كده حسبت الجرعة اللي انا مفروض اخدها كل يوم، هقسم الجرعة دي تلتين الجرعة بيتاخدوا قبل الفطار، وطبعا لازم الانسولين يتاخد قبل الوجبات، والتلت قبل العشاء. يعني انا لو انا وزني 60 كيلو يبقى انا هاخد 30 وحدة انسولين، تلتين من الجرعة دي قبل الفطار والتلت قبل العشاء، يعني هاخد 20 وحدة قبل الفطار و10 وحدات قبل العشاء. ازاي ياخد الانسولين او ايه افضل اماكن اخد فيها حقنة الانسولين عشان تحقق لي افضل امتصاص؟ رقم واحد هو افضل مكان في منطقة اللي حوالين السرة. طبعا بمسك الجلد بين الصبعين وبحقن السرنجة بشكل عمودي في المنطقة دي، طبعا بعد ما اكون طهرت المكان ده بمسحة كحولية عشان ما يحصلش اي انفكشن في المكان ده. مهم جدا ان انا استخدم حقنة الانسولين مرة واحدة بس، ما استخدمهاش لغاية ما الترقيم بتاعها يتمسح. في نقطة كمان مهمة جدا وانا باخد حقنة الانسولين، ان انا لازم اغير مكان ان انا باخد فيه حقنة الانسولين باستمرار. احنا اتفقنا ان افضل مكان هو تحت السرة، في اماكن برضو كويسة زي مناطق اللي هي تحت الجلد تحت الدراعات ومناطق الفخذ من ورا ومي العضلة الامامية، دي اماكن افضل اماكن لامتصاص حقنة الانسولين بشكل كامل. صحتك في 5.